بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكلا وبقول لحدني سديدات كميدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الحج بين كس وجري، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. وباب هي استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح إن لا تعلي يكردين تلا كرديو التغليس بصلاة الصبح. صلاة الصبح إلا هراء إلا تكدو إلا هراء إلا تكدو التغليس كوا ومقدقة أما قطع ركامة بإن ماذا مركا حل هراء وقت مركا بأيد الله عضي ويقول أوصن عدانين إلا تكدو إن سنة يوم النحر مالين كرنوغا بالمزدلفة اللي قد تكدو صلاة الصبح اللي قد تكنا يمزدلفة حل هراء إلا قلو oon la sugin intay ka cadaanayso inay sunnah tahay buu baab yahay iyo wal mubaalaga in lagu xeldhado fiih ay fi taqliis lagu xeldheeraado mugdiyeenta ama xillihiimo in la galo marka ogto ay dilacday baada tahqiq tuluu al fajr inta la hubsaday kadib waagu inuu dilacay ogto inay dilacay inta la hubsaday kadib waxa dib loo soo dhigi maayo hada waa aragteeno intii salaad iyo dilacday waqtigeedu ogto dilacay la aadaamo ayaa la sugaa شيء طبعاً دقيقة لباتن دقيقة شنتي لباتن سلطان يكشى لقي يا بمسألة توم بايكشو كديمنا تكتان وتكسان فجرك شنتي أفرتن مركز لباتن دقيقة وحكده أما كبرن باتسويس تامر كنا للسنين يوم النحر يوم النحر صلاة الفجر المزدلفة اللي قلت كانوا إن ديب لورد يقول لك تسلم السنة وحل السنة صار يؤدي العذاب إن لقله هاي لو حلوك الله يا من الأذى هي يو أعمال بضم مالك تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم قال يحيى بن يحيى وحول سوى أخبر أبو معاوية عن أبي معاوية موسى أورنين عن الأعمى سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير بوجيدة عن عبد الرحمن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحول ما رأيت رسول الله رسولك الله إمانا أرق صلى الله عليه وسلم صلى أسوغو تكذي صلاة صلاة إلا لميقاتها إلا لوقتها نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولقي ما أرق صلاة أسوغو تكذي وحن وقت كذا أهي وقت كذا وقت أنا أهي ولقي النبي صلاة مرقين بورمانة تكنين إلا صلاتين لبا صلاة ضموية لبا صلاة ضم بان أركي نبي قو وقت كذا وقت أن كأهن تكني صلاة المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة صلاة المغرب هي عشاها نبي مزدلف وحو كنت كان جري وقت وقت انا هاي معايا المغرب وقت تجي دبا لو سو دغاي عشاء لا سو راعيي عشاءنا حلي دنبه او افر ساعه ما شن ساعه ما لحسابه كدو ايا لا يابا ان لا توكد تا وا صلاه ثلاثه لبادي وصل الفجر صبح النبي توكد يوم اذن مالنكاس مزدلف او بريي قبل ميقاتها قبل وقتها المعتاد وحا لو جيدا نبي محمد مارك عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة إلا لميقاتها المعتاد وقت قيد عادي النبي قال جواب معي النبي وقت مكو صلاة قالوا إن نبر أكادين جري إنت قفك آذان كم مقلي وكم مسقول قالوا كسو ويسيستو كسو الأرحدو مسيس كسو قارك ودبو لك جري بل أحاديث باكو تميد على كلام في ثبوتها سنن كو يميد غير كذي مسانيد دبا إن سنتها آذان كي إيو قليد الصلاة إن وقت لو دحيسيو والله يسأمري لكن ما الما حج كلا جوجو وحوي أعمال بلن باطلة صلاة الصاد وقت يضوق قلبه ولا قلي أما جمع التقديم هالنقضة أو صلاة اللي قلت كذا النمرة يوم عرفة اللي تكذ وارة ظهر عصر بالله إسرائيلية محاور لو صرة عصر كهور لو صرة أو ظهر كلا تكذا صلاة الصلاة أجل أجشان لا تكذا كدبنا خطبي يحاب الله بطيء محان كرادة أما خطبة لغور مريا إذن مكة لتشوغو مزدلفان سيدوكالي دي بالوردقي وقت وضو وقت هين بلا تكون ايا فجر كم مزدلفة سيدوكالي صاد عد اللعال لقالي مركو حاوي صلاة الله كالي وقت وضي عادي قال لي يقاني ايه اها وقت الاختيار ايه اول وقت انا هاي ايه ايو نبي كتو كان جروي اما صلاة الله لبضع ايه عبد الله اولي هاي وقت قودي وقت أن كائن بن نبي قود لجاي حكوا ذا وقت النبي غالب كوها محوها ها غالب وها صلاة إنه النبي قو ركادي وير كادي دبود لجو
كاس عادي دق النبي عليه الصلاة والسلام لكن لبضان صلاهود عشاء هي مغرب مزدلوق تكنيو يفجر كأرور تطمن لا تكنيو نبي وادد تشتروي ووقت جيسي يدقن كعادي وابو نبي خلاف تشريب وكوض أصحابه ما صلاة النبي وقت كذا وقت أنا أقول متشيد. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش بهذا الإسناد سنة كانوا كوري قال وقال وحوني قبل وقتها بغلس تنضم به وصل الفجر يومئذ قبل ميقات ما شاهد يحوي روي عن تنضم به أعمش عندك قاطي جرير قبل وقتها وقت كذا ارتدب تكذي بغلس مكذبون كتكذي يو ظلام يمجد جرو أيو كتو كذي ساو حمول أنا حديث كذي سدى الجود دايو ومتروك الظاهر بالإجماع ومتروك الظاهر بالإجماع محي إلي لبضن صلاة المغرب يعيشوا مدة يفجر كم مدة بس ما هين صلاة النبي الجمعية أما وكسر من وقت جود محي إلي عصر ك عصر كنا وحوت كذا يوم عرفة وحلا وقت كذا هين عصر كنا بقوم قرمت كذي حلقة حلقة بنتكذو الظهر بلتكذو هذه عشية مغرب دي بلقو دي بسو عبد الله كهالله وحاكم بقان هي ظهري عصر ويوم عرف النبي وكتكذو بالنمرة وكتكذو قبل ميقاتها وكتكذو عصرك طيب ويضون لقارين محان مركو قوقس بنا لقوفة سرتان إن لقوفة سروي وقت غالب وقهب النبي ما الماس خلافي لأجل النسك لأجل النسك مركا أعماشا صلاة الله جمعيني وهر مركا لهر مري صلاة وقشول لي الصلاة أمامك المصلى أمامك الذي دين يأي إن قشو لقول لي وأعمال وقوني حاجك مناسك تسوء قوني أوي حديث عبد الله بن مسعود قليه حنفية هاي جمعة بين الصلاتين ديد جري إلا في الحج ديد جري بحجيسته لكن حاوي كحجيزة من باب مفهوم المخالفة كحجيسته أيها حنفية دونا مفول مخالفة أقتضي حجة كما مرقو حالي وحيد رتيب حجة كأهين محدو حجة سنيسا جمهورها العلم أيوه مفول مخالفة أقتضي كحجة مرهدي ومفهوم مخالفة أقتضي حجة كيا هاي حديث كان حكاك جواب حكاك جواب يعني ومفهوم المخالفة كهر يمد وعارضي منطوق والمنطوق إذا عارض أو المفهوم إذا عارض المنطوق هين مفهوم كلا طوريا بالإجماع مفهوم يا ذي إسكوري مادان منطوق وحال طوريا مفهوم كلا طوريا مركز جمهور طورك هذا صحيح لكن وحاء لقول ما ذي استوى اللي وادخل دندين حنفيه مفهوم مخالف حج ما هذا يعني هذا نحدث بعد الشيء من باب المفهوم طيب مركز مثلا هذا صدر باب كم وحلو جدا وقت معتاد كأن النبي أبدنا صلاة إنه تكذو وخلافي مالمي حجك وصلاة دي صادق وقشبه تكني هذو جمعين ينا وسور الرئي حتى يضو قشبه صنع قلين إن ملاقة لو جمعي عشيه وقلي مغرب كي وقلي وجمع تقديمة عفوا جمع تأخيرة ينبغ حديدين اللي قلت كذو إلى مزدلفة لك لقارو سيدو النبي عليه الصلاة والسلام عصرك قلبت اللي قمت تكنكرو إلا في بني قريض وكلو كدق سبحانه عليه الصلاة والسلام مغربي عشا مجرت إلى لقارو مزدلفة وهلو قوني أعماش حجك مويني وحي نبيك أبضنا وحوءها إن صلاة والباء مركي وقت يدو قالو ديب لوير لغا إلا يمضو ستي مادو أي كلمان وجماعة بلارتو باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منن في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة باب دير بقنت وذاتكو حكوصة بسنية هاي هبين كان مزدلف الله بريي لو كلي دونا منا لو كلي دونا يوم النحر قعماش أبن اللقبان دونا ددك تاك تجاري ويهي الذي هوين كحانون سنئي قفك أنسعون كرني دلانك عروت يركي وحابنا إنا يسيهور مران إنا يسيهور مران ونسك الدمب هدي لقارو أما أكتهور إنتي مركي سودة دب لقارو وحيون طمان ساع لو قارو سقال ساع مركا ثلث ليل الأخير لقارو إنا يسيب بحان أو من التجار أو كلا حان أما كلا لان واحد ترى ذبا جمرة العقبة كدي مركو أي تكذان فجرك أي تورتان وحكسي أربرهايان زحمدي يبلشدي يا عيسي يجام كحكسي أربرهايان
إلا ما كد وليها مزدلفة كنت كذا أيوه مركي تكذان وإذا أنا صور دقة غضان قرحة ذلك جوكت إيمانيا من إيمانيا لكن إنك سوها بين نمص وبحي واقوم بريم بالغية بين سوق الاستاجو جمرة العقبة يمني مادو هل كعبار وكسو تكذا كدمنا وطرت مسألة هذا سكان الله يا وإن لك على قادتك عردار كليو ضد كان الله وحكى لو سووا بحثي ماشي من دونا حتى ضدك عردار كلاها هصهر مرين هصو جورينو من حله رهي مادين صلاة ضد اللعين كهر مطوران كران مسمايا نحديك وكال دونا إلا ولا بكال الباب إن لقوف الصحو إن تصهر مرتو أو ضافت الزحمة إيو عيدي قاعد ضافته ما دام أتبر يرتا ولقوضنا إيو أو ضدك مركي سوب بتاع هيان بعضو أضيع حلقة شوكسته جمرة العال كدي من هذا كسي آدم ما كيس كسي آدم قد ماشى بأبنا يزايو ويا عايو ملايين إيه إن لو يراد هبين من الصيبح هبين من الطورة جمرة ده والله بكر الباب تذكر المسلمين تحلق يتورن أيه بعد طلوع الفجر أما بعد طلوع الشمس أنا جي ذا بعد طلوع الشمس أطورته يينا تكون مريك كرتصاد جوره بأجهر مرتين لبذا باب أبو شغل قال لنا حديثه كين دونا استحباب وتقديم ضعف دفع ضعف ضعفة وحباب ياي سنيس قال سنين تلا سنية تقديم دفع ضعفة جمع ضعيف وجمع غريب إذا نقولها اللغويين تو إن فعيل لوجمع فعل لوجمع كخبيث وخبث ضعيف وضعف وحيله وهلا قرنها يما لكن ويحفظ ولا ولا يقاس طيب ضدك تاك تدرن دقائق دو دين لسيه هرمورية يكتب ومن النساء الضمر ضعف دي يو غيره النوايير يا عرور يا ريارو عرض سير ابن عبد الطالب نبي مالك وين قدر ابن عباس يقول يا ريارو قاعد في عام ودنين انتو الضمير أرادي والضمير صاروا راعها وين صعد يدنكم من مزدلفة يكتب دقائقان إلى من أو دقائقان في أواخر الليل هبينك نسكي سدن بي هبينك حلي سدن بي قبل زحمة الناس ضدك عيدك سكهر يو استحباب المكثي نقاش إلا سنيو اللي جعلني لغيرهم غير ضعفة ضدك أن تاكتا يرانا يقول لغين كري بدقبة إني سؤان أو مزدلفة وقبر يو حتى يصل الصبح بمزدلفة يكنت كذا إلا الصبح مزدلفة يكنت كذا أنت نكل الجوغة ضدك تاكتا رانا هلا سيهر مريو حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد الأنصار المدني عن القاسم يعني من محمد بن بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال وحيتلي استأذن سودة بنت زمعة سودة ويدست إذن ويدست الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة بينك مزدلفة تدفع قبله أن تدفع قبله نبي هرتي إنا نقاغضه نبي الله هرتاء أن بحيت لأنه وقبل حطمة الناس وقبل زحمة الناس يعيد قدتك كهر إن بحو نبي الله هرتاين أن دقاقه يا أنت صوفا كان انقلض وصوفا كان يقيرد وصدق إن أنصير دقاقه إيه فصحبي تري نبي إذا كاودي ستي حطمة وزحمة لك هذا وكانت امرأة ثابتة وكانت امرأة هي ثابتة أي ثقيلة هوين علوس بيزلان لفوين ومركضنا هورين وبدتوا أي شيء حقنا علوس بي روح اسكو علوس وحقنا فوض باكرة روح لف وينو هيلي بدن حقنا فضود باجرا اسكل وين كرا روحنا عريس بدن بو دريما يا مركو ولهاس وغلي وكانت امراه بيهيد وثبطه اي ثبيط اي ثقيله علوس وصعودك وديبايو يقول قاسم وحوليا يا حديثك ورنيا والثبطه الثقيله ثبطه مقشنا وقفك عروسي ميدان تله صعودك وديبايو قال وحولي فادنا لها نبي هو ادم اورد برسي بحيغسي هوري فخرجت قبل دفعه وحيب بحر السوداء نبي قد دقاقي سكور وحبسنا حتى أصبحنا عائشة وحيت لأننا قلنا هنا الرئيبي عائشة تذكي حق لهاي سعنكر النبي قال متك نبي قوى علي وحبسنا وأن حنبي أنه انت نبي كلي انتاكت الدرين حتى أصبحنا إلى وبرسنه صبح أن تكني فدفعنا وانو دقاقنا مزدلفة أنه قد دقاقنا بدفع نبي قد دقاقي سنبي قال دقاقنا رعني مع دفعه وحي واجد دمبورن جرت مرك عايش ومرك ويناتي ولأن أكون استأذنت رسول الله إن النبي إذا ويديسن لها كما استأذنت الزود سودة سي سودة إذا كو ويديستي وفأكون أن نغدا أدفع من دقاق ذا بإذن كل دقاق ذا هذا ما كان حجيني أي أحب إلي أنا وأن كتش علايتني من مفروح به أي من شيء مفروح به شيء لغو فرحه وحوال بول لغو فرحه
وحان كجعلان لا مالنك أي سود النبي إذن كويديست إن إذن ويديسته وأنونا حد كدب نبي إيد مينتان رهو أنا سكدقاق وإذن كنبي عن كوش قيست واجد مركي ويش حتى مركي ويناتي لسه حجين جرتادك خلافة خلافة الراعي كميسة هرمريتشر دمرك عوردارك الشيكتين هذا نواسيب بحينا نبي سودو إدمي نبي أم السلام إدمي ميسن يجتر مربا النبي سوق الجوادوس إدمي واي سيدو ما قوة الله يابي ورن جرتي وحيلب لحجي جرتي ضدك حوق قاله إلا حجي جرتي هل قاسي مركا دكار ليس فأكون أنه قد أدفع أدفع ومت كل دقائق بإذن النبي إذن كيزا مت كل دقائق أحب إلي من مفروح به أي من شيء مفروح به شيء لغو فرحه نبي إذن كيزا كانت إعلان لها وحدثنا سان إبراهيم وحمد المثنى جميعا عن الثقافي عبد المجيد عبد الوهاب قال المثنى وحجر حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السخدياني عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم وذاتك أبو الحمد حميد أها أيوب عبد الرحمن بن قاسم متابعين هي عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت سودة وحيها امرأة ضخمة هوين لفوين بيثبط حق النعلس روح لفوين وفوض باجرة فاستأذن رسول الله رسول الله بإذن ويدستي أن تفيض إنا دقاغه من جمع مزدلفة كدقاغه بالليل هبينما قد عرأي دقاغه فأذن الله نبي وهو إدمي فقال عائشة وحيت فليتني الله شليتي كنتم أنا هذا استأذنت من إذن ويدستي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة وكان عائشة وحي أهي واجداً لا تفيض إلا مع الإمام لا تفيض إلا مع الإمام بركة هوش أي على ستة طيب فرت أحد كقنين يسوع واجن دمبي كهاليسا حنش إعلان لها بتني أن وإذا كواه رقعت السنة هذا هوش أقول رقمه ومسلم يسودي أي واجد دمبو حسمين جن سدا أي ومسلم عبارة مسودة دربو كي جريوتي أي سدا سي سمين جرتي ورخصة قادم جرتي عايشنا وحي لا تفيدو تنك دقاقين كبت عن مزدلفه إلا مع الإمام مع الأمير أمير كموسم كي خليفة ولا مسلمين تحجسين أي سدو جالي يجرتو أصون هذا إلى وأبو بريو كما دقاق جرين مزدلف وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد وذات كمرك أيوبها يا عبيد الله بن متابعيني عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وددت وحانش على ذي أني كنت استأذنت رسول الله إن النبي إذن ويدسن لها أيانش على يستي هذا كما استأذنته السودة سيد السودة إذن ويدستي فأصلي أنت كذو الصبح بمنى صبح أنا منى كنت كذا ماشي كذا كنت كذا أيوه مزدلف وفأرمي الجمرة أن تورتو بورت أن جانو قبل أن يأتي الناس دوت كنت سان إيمان كهور دوت كنت إيمان كهور أن سير تورتون كهور مرة قبل أن يأتي الناس مركا كما عدا مركا يدا إن بعد طلوع الشمس لا تور هاي إن قبل طلوع الشمس أي تور إياه منكم عدو رواية كدنباء لقى فهم الدونا لكن خلاف كان مركزا يشارين فقيل لعائشة وحلقوني لي فكانت سودة استأذنته سودة من نبقى إذن ويدستيني مزدلفة كده قضها بينما ومن أصيد تكتو قال له إذن نعم بيجري إنها كانت مرأة ثقيلة ثبطة وحي أهيد هوين علوس ولف وين بي أهيد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فأذن لها نبقى إذن ويدست مركز ويدمي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي أبو شيبة حدثنا عبد الرحمن المهدي كلاهما وكيع عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن القاسم رجع حديث عبد الرحمن قد قال عبيد الله أيوب أيوب سفيان متابعيني بهذا الإسناد سنة قد صمر يسين نحوه نحو حديث عبيد الله وأيوب أيوب سفيان كقاطع عبد الرحمن القاسم درام قاسم سند كسنة عن أبيه عن عمتي وقاسم محمد عن عم عائشة وإيددي طيب وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى هو القطان يحيى بن سعيد القطان عن ابن جرج عبد الملك حدثني عبد الله يعني عبد الله بن كيسان إن بدل ما نزومر وذات كاس مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن كيسان القرش التيمي مولى أسماء أسماء بنت أبي بكر الصديق بامركا دي حريسو مولو أها أسمانا وتيمية أبو بكر ورهيب بن تيم مركا ساسا لغو أنا يقول إشكال السقا قال وحيري وذاتك عبد الله يا قال لي أسماء أسماء وحيقود تيري وهي عند دار المزدلفة أيضو أكتشوك تقوري مزدلفة لغا ديساي وقوري إسلاي قانينو لم يحمد موسى أوغي
النبي قداشي بالله دسي أو مزدلفة قولي لقى دسي بوها يقولي عمره ذا يكاد يستي هذا وسمينا رك من السرق ويعلون شغل لقوله هاي إنه مزدلفة لقى تو بقرض أي مادة قولي ما لقى تاجي بوها ولا إسلي يقان وهي عند دار المزدلفة إذا شوكتا قولي مزدلفة لقى تاجي دارت لقى تاجي يا وحي تجري هل غاب القمر ضيح مرة حي مزدلفة شوكان طيب أسماء وحي تري هل غاب القمر هل غاب القمر ما حيقول هذا عبد الله بن كيسان وحيقول هذا أيوة ينبه شهد وفي آخر عمرها إنك أسماء صومر هنا ينبه شيء رضي الله تعالى عنها ويويناتي طيب بقول بيمدح جلسي ديسن رافين با مركا ما أرك تضيحين وضعينك لو حي ربطا حلقي وسودئي أسماء النبي أوفى صحينا يبحان يدنبه إن اسكو بيكتو إن اسكو بيكتو يربطا ويسن حله ردقاقين هبين كربرا يسن دقاقين لحسا عايسن دقاقين زيدك قاضي يشاء قلت سبحان الله ما يا ضيح ولي مدعين فصلى الساعه ان بريسك تكت ويسنيست الهي ببردي قيام الليل بيسك بلود ثم قال هذا وحي يا بني ويلكيغيو هل غاب القمر ضيح مدعي قلت نعم هابا مركه وا دحاي قال وحيت ارحل بي اربيتره قايدك اي ديار ان ان دقاقن من الرقاقين ما يلي هبينك تمنا ضيع وعود عارمي هذا تقرن إذا نسك الدم به هبينك يودع ضيع تمنا تقول مودع تصبحه ثلث الليل الأخير أفرت ساعة هبينك قدم بيس بالله قد ودع لحس عم مدعه تضبص عم مدعه سديس عم يحكي الدم بيودع سووا هذا مدعها ووح سديس عم كدم بيس سديس ساعة سقال ساعة طبعا ساعة سادة فجر أكتيد كسيدة أصحابتك عادوا عرور ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث عند أوائل الثلث الأخير معي لو في رميسة إذا قد يضيح ما رقتاني معاد تلفون بيني ورير شيء قال وحيت إرحل بي إرربا يتري إذا قاج هذا فرتح لوان ورني حتى رمت الجمرة إلى إطورتي نجح إطورتي ثم صلت بعد الرمي ثم صلت ويتكتي بعد الرمي في منزلها بكتكت في منزلها من منى ويتكتي كدبنا وحيث ورتي جمرة العقبة هذا نصر هذا الصبح بمشي كتكت ومنى فقلت لها وحانكوري أيها انته أيها هذه ما نباي لقد غلسنا ونصوق ورينا يبان يجبور أيها انته وعام أيها هذه بيكد غنتها وند حرف النداو أيها انت أي هذه ما نري وحوي أم إيدو يوي لقد غلسنا وين صوق ورينا حلو ورنا صوب حني بقولي حلق اللي بيجي العلان كاين بين صوب حني قالوا حتى كلام ما من صوب حل والنبي قوف الصعيدات كعسلا وان صوب حني أي بني يا بني يا بني يقول كي يو إن النبي نبي صلى الله عليه وسلم أذينا وقوف الصحي بحيطان كي يقورين تا نسك الدنباء للضعوني دمركا للضعون الدمرك جمع ضعينة ضعون هو إنك ويا لدى أما حنون صار الدمرك إنه يدك كهر مران نبغى وقف الصحي وحدثني مرك حديث كذا وحكوت جرا فارتحلنا حتى رمت الجمرة وحي تورتي جمرة ثم صلت في منزلها وحكوا عد مرك أيضا إنه تورتي أنت نقرح الصوبحين كهر صلاة مرك أما هذا الله عضو أما ينسد الله عنا وحال لكن الناس وكويا قبل طلوع الشمس إنا تورتي ويتورتي كدمنا ويتكتال الليل حدعي كرتا مكا يوكتد الله عضي إنا تورتي كدمنا أي سادنا قشي وحدعي كرتا واغن بريم با إنا تورتينا ودعي كرتا وفعل كذي النبي عليه الصلاة والسلام وحوف الصحيح الدمر كإيضاتك العلوسي ويلد حنون سنة دن ليدا إنا مزدلف حلي دنبك بحان ومن آذان انت وإذا ومنصوص لكن ترشده ومن فعلها سيد الراجحة وحن بيقول في الصحيح معها وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس علي بن جريج بهذا الإسناد سنة قدم رئيسنا هذا بقوة أسمه كتبية بن جريج عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء عن أسماء وفي روايات رواية بن جريج وحكجرة رواية عفو حنا عيسى بن يونس وعكوجر أو مدي يحيى عند القطان عن كوجرين قال الله وحيت المايا كلا ما دين لا بيت إن أي بني يقول كيجيو إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعونه نبي أوفى الصحائنا يبحانه هرمران دمر كيس عصلا وعلوجة السودية
أم سلمة لبضع أبو نبي قوافة صحيح طيب ضدك إذن كقاتيب بحيبي كتري وحدثني محمد حاتم قال حدثني يحن سعيد القطان وحدثني علي بن خشرة من أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن مجريج يحن سعيد القطاني عيسى بن يونس كلاهما عن ابن جريج أخبرنا عطاء ابن أبي رباح بوجه إذا أن ابن شوال ابن شوال كوا وإيمان دونا وأنك سنة كذا بكون إيمان دونا سالم ابن شوال بل إذا سالم ابن شوال ابن عيم المكي أخبره وحوشه عطاء أنه دخل على أم حبيبة أصدق ابن شوال إنه أقلي أم حبيبة أشيقي فأخبرته أم حبيبة أشيقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها أيضا إنه دير أم حبيبة من جمع مزدلف النبي وقدري بليل هبين نمو أم حبيبة النبي قوادر أيضا ذاتك عسلابة إذا حنوصنا أم سلم النبي قفصحة أيضا أودري سود إذن دمر دورة وهي وحاكلون سنة قد كم مرتين قال يرى 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 ونسعون كرنا عقعت وابن عباس وكل جرينا إنه يجون ودري صعدوا يدي ولبا أن تود دمير أوكي أنا برد دميرهم قاعد يصدوا صعدة عبد الله بن عباس وحول مكان دقاقي ونقول نقدر ربح بودية صعدة وغيلان بن عبد الله بن عيب ونتون ربح بودية بنية سيهر مرة من التقى ولا تمر الجمرة حتى تطلع الشمس سيهر مرة لكن جمرة ما توران كرتا إلى قرحوا أي صوب بحضه مركب فرق بقول حي سيهر مركب إيوه تور الشط وأنا مسألة خلاف بين السلف والخلف هذا اللي بنوي عن صعون ورطة وحدثني أبو بكر نبي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وذكرنا إنسان من أمهات المؤمنين وحدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار المكي حا وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أبو محمد عن سالم ابن الشوال سالم ابن الشوال ابن نعيم المكي وهذا مركور أتومرتين في رواية ابن جريج أتومرتين عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال وحيت الوجدين كنا نفعله فحنا كوا السمية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق النبي محمد بن سمين جري على عهد النبي حلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونسيه المرج نغلس ونقورين جري من جمع مزدلف إلى من بنو قورين جري وفي رواية الناقد حاكو جرى رواية عمر بن محمد الناقد حاكو جرى نغلس من مزدلفة مزدلفة كقورين جري حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد يعني بن زيد قال يحيى وحوري أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله ابن أبي يزيد المكي قال سمعت من عباس رضي الله تعالى يقول بعثني رسول الله رسولك الله بقى الدري في الثقل عليك يا ألابتي أقبك إلى الدري ثقل هو متاعده يا ألابت قوتي هريد يا رضا قوتي قفك مسافر كأسك سيهر مريا اللي هذا أنا هدو بنسول بالبوتين سور دي عليك سيهر مريا الثقل وأمتعة المسافر وحي عصلاء إن هدو مكة لقد قاقها مزدرفة أن لو ذكرين بالنبي يقول هذا سيهر مريا أو قال أبو حوري بن عباس بعثني رسول الله في الثقل والرواية أو قال أبو حوري بعثني رسول الله في الضعافة تذكر تاكت يا رائي نقول أيو إرع شيء من جمع بيقدر مزدلف بليل هبي نبونا إذن نبي قدر عليه الصلاة والسلام رواية السنة عند أهل السنة الترمذي النسائي ابن ماجه يا أحمد بقى وحديث صحيحة مقاس النبي يقول يا بني أي بني لا ترمل الجمرة حتى تطلع الشمس ابن عباس الحورنجي وكان يقول ولا إخال أحدا يعقل يرميها حتى تطلع الشمس سو ابن عباس ما دام صاحب القزوية الحورنجي ما في الهايو قف دينك يا قانا إنه بورت الطورنا إلى يقرح الصباح ما وما ولا إخال أحدا يعقل أي الإسلام يرميها جمرة العقبة حتى تطلع الشمس حديث كسنة سنة كجوا حديث صحيحة سيد الراجح أحاديث أورانا يسيك عرف كل جنس النبي قايد التورطة أما وحوف صح إنه التورطان وحوف إنه التورطان قبل طلوع الشمس عند أهل العلم ومعلة أحمد يغير كي وين كرين حفادة والنقادة وحيد وحبك من جراء ابن قيم ابن آدب ونقضي كذلك ابن تيمية البان وقت وكبحية ومسالات لبدا سلك سكو خلافه هذا أنت تسيوهر مرتأضو تاقدنا وإيال أغاق كرين هواني إسكع علوسة الما يرو رفات صنعة عذر الدار لإن السهر مرتو إن يبنى أنت ومسألة إجماع لكن جمرة العقبة مطورنا إن مطورن كرتان مبنى أنت إلى قرحة قصة وبحي يسمى سكور قرحة كور ملطورن كرا مسمية ومسألة خلافية سلف قوى سكما عن رافين قيب ويفصحين قيبنا ويديدين
متأخرين واسدوا كله حديث نص سيد حديث ابن عباس وأصحين مجر أورنية هي ما بنا إلا تورط إلى أي كسب حدو قر حدو نمر كان النبي محمد إن بدون كملة أم سلمة أم حبيبة إيو وحي كفها من فصح النبي وفصح ويرسوه هرمان إن لا توران كرو قبل طلوع الفجر هذا من نسيت تورنا إنه تذكر أن كور مرين محان الله فصحه سي كل واحد نلو يجي بمشي كسر بحيس لكن ولا بكل باب إن لا تذكر أن كسر هرمرت ومشي وجوه الرئيس ومسافر ده يرسوه قيل هيا دوا مر رجيس كديمنا ما يقرأ حسوب بدو أطورته سير دقاق يوي كل دوان تاي ويقوم بريم بقى سادون لقارين بين الطورته مرك هادات سكت إلى يقرأ كسر بحي سأذو ضعف هذا كمد يدك التاك تدرن حدود الدار كلا هادات سكت قرر هذا أول ما يقرأ صوب الطورته هوا شئنا يأسح ذا ومسألة اتفاق وإجماع المسلمين مرنا ملا لكن هادات قرر هذا صوب بحي ركهر مرته طور ماذا هنا يأسح هذا يأسح ومسألة مرنا كتشرو مرك محافي يوفي عن dadka la sii hormariyo taagtadana la sii hormariyo hana sugeen inta quraxa ka soo baxayso qoliyana xamalaad kiidan qaada xadka waydan midiraacin haya culimada fatwad war culimada fatwad basmee shan ko door ban soo bixiyay oo dhowr sano ururin hayay igada taqaantaqada igada iyo qaladka tuurida waan iska suu ma qoliyaha waxa tuurtaan ba kooda habeenimo hadii la gaaro هذا معاه لحساب هذا الله في تورنا يا افعل ولا حرج وما يشك صعد طيب ابن عباس الحكولي ولا إخاله أحدا يعقل الإسلام يرميها قبل طلوع الشمس ومسألة هذا قوي وقبل وحنا كه الله يدك ضعفه كه الله يا مرحبا إن تذكر أعفض السيور المرام أنا يسنتور ما شيخ سكت قلي كريم ما أنا مكن منها كنت تكون تيسير تقول لها أي ماشي كل هاي إن أنا بنيت الكسر بس من جلاد سوا بس الغلوة قال هذا النظام يدوك أطميسين ويم ويم مسلم جيس ما هو يدوك في النا أطميسين يسوع عدمه هذا كذب بي المهم ضدكم مسلمين تو مسألة خلافية سيدا يو لقوا من هي لكنهم حان ربعنا يدينش وخطرت مسألة ولا عند السلف الصالح نمر لنا يرى إسكت شراء ضد أن تقدر رين باتشراء ضد كق ما باتشراء حشكينا هكو خمارنا dadka idin riixay idin taqaatnaqayna wax badan ka fiirsada dhaha dadkan waxa uu culaysaa ku saarno maba ah saxaysaa soo istaago mas'ala khilaafiye waxaan rabbi at xaraj ka dhigana xaraj ka dhigana laakiin markaad adu awood leedahay oo dhuxu kunto jamratu alaqaba ha turan ila quraa soo baxayso muhammad malashadku wa inta wana mas'ala dad saxaab isku khilaafeen oo salaf isku haya ma aha mas'ala sahlan maxaan muran lahayn iyo maxaan muran lahayn imkan kale leenahay waxaan muran lahayn بعد طلوع الشمس من مر الله يد وحي كهر يا قرح كصباح كهر يا مر قاع علوس باكو كذا وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عفوا وحدثنا ابو بكر بن شيبته قال حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد المكي هذا انه سمري انه سمع ابن عباس بن مغلول يقول له انا انو ممن دول بان كمده قدم رسول الله تذكر رسول الله هور مريا من اوسي دري بان كجري في ضعفه اهلي مع ضعفه اهلي أهلكي سكوي تبرت الدرة النبي قد تريح حنون صناع دن ليدا بان كجري بور الصيب أن النبي وحنا يجيبوا سوكوري في بطريقين ولب في السنن أو صحيحة وسوكوري إنه النبي يقول لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس مركو هول علسوي وحدنا أبي شيبة قال حدنا سمين عيينة حدنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن رباح ورواية تابعين عن تابعين لك عطابة كونا دا عمر وانا يمضى صوم الرأي إنه مركة من كبار التابعين وأوصاد بالغوتر يعني إنه صغار تضال الغوتريا عن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال كنت وحان هابل في من قدم رسول الله ضدك النبي هور مريبا كل حجيري في ضعفة أهله ضدك أهل كيسكوي تاقدة الرأمة تبرد أخرية تبريد كأن النبي سيهور مريبا كتر سنة
waliba naba gaadid buu nasiyo dameer uu nasiyo bar aan gaadisanno ku tagno mina ku tagno وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بكر البرساني الازدي اخبرنا مجرد عبد الملك اخبرنا عطاء بن رباح ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله بعث بي رسول الله رسول كلاه با ادري ابن عباس بسحر هراب ادري نستم بهبنكي ايو ادري من جمع المزدلف يقدري في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه كيسبون يقول احضروا يعني اهلكي طاق حنون سنه ام حبيبه ام سلامه ايو سودي يضطك لمدك آه طيب يوليش يرك آية كبالآن تآية ربن عبد المطلب يسعون واي عقبره كل عاي بالسحر من جمع بنقدر في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه كيسيبو الرعشون كم يذهبون قلت لعطاء ابن جري هدان آهي قلت لعطاء وحان كؤري أبلغ كم كسو قال عطاء أن ابن عباس ابن عباس قال إنه يري بعث بليل طويل بسحرين بعد تومبرتن سحر هرابتم كيسو دو دوا صلاه الصبح ما كا يا جبي كو سارن وكابي جوجتا ما كو سو غاري دد بم وحي وريين نبي محمد حلي هرو بو دري ضعفدي سي ددك تاكتا درا انه جري با اردي شيخ سخاس كا ودي نبي محمد ابن عباس ما مقش انه يري نبي غا ادري حلي هرو ادري قال حرم الله ما حتى عطاء اي ورك ما مقال ابن عباس كما مقال لم أسمع إلا كذلك مما قال ويوحى أنت كأين نبي محمد با إدري بسحر من جمع في ضعفة أهله أما في ثقل النبي أنت أمبان هياه من عباس كهيا إلا كذلك بسحر هراب أنت أون لم أسمع إلا كذلك أي بسحر لا بليل طويل هبين حله رو نبي قدر مما قاله وحان مغ ابن عباس كما لك لي بسحر بادري قلت له وحان كوري هدان هي مجري عطا وحان كوري فقال ابن عباس ما يدي مركه واي هلا ديري او خلي دم ما هلا درو اما خلي هر هلا ديري ابن عباس ما يدي رمينا الجمره قبل الفجر يعني مجري وافقيه ده من فقال الامه وعضيسنا مسلوب بسلينيا رمينا الجمره قبل الفجر بورتي بان غرناي ما يدي ما كنا لا سي هر مرشي انت واغو برين وأين صلى الفجر مشى ابن عباس فجر كم يشوف كنت كذا مالينكاس قال حول لا مايا مدي ابن عباس وحن كنت كني من أن كنت كنا مدي إيه مثل من أنا مشى جين وحكوا لسنا شيء نوشى جين إن يتورتين قبل الفجر إنه مشى جين لا لم أسمع إلا كذلك نبي محمد بن سيور مريي بسحر من أن تقني أنت من بره إنك رواية محايا كلي ابن عباس لقور النبي وحنا إلا ترمو الجمرة حتى تطلع الشمس ومن طريق غير عطابة وري لبت تابعوه كلا لقورية يا حديثك كقاطة وحدثنا أبو الطاهر وحرمات من يحيى قال أخبرنا نوح عبد الله أخبرني يونس عن شاب الزور أن سائل بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله ابن عمر وحور مرين شري ضعفة أهله أهل كيسكو تاكتا دار أمل لي تامحن ونصنبو سيهر مرنجر ومزدلفة كدري جري هبين كقيب تصدم بي ودري جري منا فيقفون هيستاق جري عند المشعر الحرامي مشعر الحرام يكتسي قزح باللوية قناة بوريو رسول الله يرمكاد منك اتماد مزدلفة اتمادان حقا يكاين كقوانيس بوريو قزح حتى وحقوب فالاربا كنت الله تبالا واحد اللي يكون قريو مركا قوغا يركا ممنو كتر سنيا هاي ميسي مزدلفه كثير سنه هاي مسوا منصب مدح بنان خلاف كوينك سومر فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفه كيال مزدلفه كيال بالليل هابين انت من مزدلفه كصبحان ويما دا مشعر الحرام انت سنولي قال المنقل يهلك جوك سنجرين فيذكر الله سبحانه وتعالى ما بدا لهم وحي لقم من بالله كحسو جرين واهلك يضطكي عبد الله بن عمر وسهر مريم ثم يدفعون وإذا قاد جرين قبل أن يقف الإمام إمام كنت سنستاجن ماشى مشعرك أوسن إمانين يكهر مري جرين وقبل أن يدفع عند صور دقاقين كهر فمنهم ضدك زيهر مري عبد الله عروحة كمدها من يقدم منا قف من الجار ومن الجلة لصلاة الفجر عند صلاة الفجر أقيم الصلاة لدلوك الشمس وي لا متوقيت تدي جرتين فمنهم من يقدم منا قف قل يم منك الجريبة كما يدك السيهر مرشي إلا ولك الهور مرهياي لصلاة الفجر عند صلاة الفجر قيب شيء صعدان با
تيكسر دقاقان مزدلف ومشعو حرام سومران ويدو عيسى والله بريان يمن إيمان شرين مركي سلاد ودلعضه. ومنهم حكم إذا من يقدم بعد ذلك بعد طلوع الفجر قل إيمان شري باكرة فإذا قدموا مركي سوق قالوا من يمادان رموا الجمرة بورتي قنان شرين. وكان ابن عمر يقول ابن عمر وحبيه شري تدكا ودرها يمركو وفتوانا أرخص في أولئك رسول الله أرخص في أولئك رسول الله ضعف هذا إلا سيوه المرشو ومن التقام وإمامك كوه الرئيان وتدك كوه الرئيان نبي محمد بن رخصيي. فإذا قدموا رموا الجمرة وحاكوا الوجرة لابد كوحودي أهيت ننك عند الفجر يمد ينك يمد بعد الفجر وحكم وغطاء وأصحابتي ابن عمر أين جننشرين قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس. وكان عمر يقول أرخص في أولئك أي في الضعفة رسول الله يقول رخصنا رخصنا المحبة نقص عنا مركوا فعلك يا أفعاشي بابك كوي مدوي مرك ابن عمر وحكم قطع سوى من قبه إن الطوران كره قبل طلوع الشمس بعد الفجرة بعد الفجرة أم سلمة سيدا سيدا مري جرتو ويتوران جرتي أم حبيبنا وإنك هذا صوم مري مركوا مسألة تعفضوا مطورايا بعد الفجر قبل الفجر بعد طلوع الشمس نص كابن عمر عفوا ابن عباس حديث صحيح سنه بابك قعد لما هيو حديث تكور من سورنا احمد حنبل حلو ومنكر ومناكير كذلك رجل قادم علم ديني رجل مدي سعيد القطان اد بهوشه اوغ هدلي مركا هلوم احتياط هلو دقمو احتياط ولا تضيق الناس في الاجتهاديات والخلافيات لكن أروه وأنا أم الديضه حج كذا إيوه عمل كذا. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصات من هدي الليمت قرحنا صوب بحضي جمرنا آخرتنا طورته قاب كذا طورة نيسا قاب مبالسكو خلافه قلوا حدا قاب الله قابل ومن أطنك بدحسك حجيني هؤلاء بضم بيشيغين دنك مسألة إجماع ما ماشي تعالى تكوذان محيك جمرة العقبة دنك هذا دنبا كي استاقي هذا طورة وكاء صحي أم حق كي استاق أم حق كي استاق أم دنك استاق أم حق أم كاكا إمو أم دنك مدلفة كتمت كاكا إمو أم بلح كالسوقل في جميع الجهات هذا كطورة أجزاء أكوكو في ليه وحلقها الله محافظ بضانه وحافظ بضان سيد النبي عليه الصلاة والسلام إن آت aad ka istaagto dhanka nabiga ka istaagay oo xagga waadiga aad ka marto xagga hoosad ka maraysa waxayna ku garanaysa makana waa inay ka qabato dhanka bidix ay ka qabato kacbada waa inay dhanka bidix ka qabato minana ay ka qabato midig muzdalifa aad ka timid waata muzdalifa matalan halkana ka soo qaad inay tahay jamratul aqaba yamin kacbadina makarafoonkan مركا اعتماد حقت وحال ربنا الصوم مجرت أي منا كان نقطه نكى كان نقط منه ميدك حكيدو استعجزا هل كان بن كانت إيمان سنة سوبر إن كانت إيمان إيش حق عصر كي إيمان مسنا أو إيمان مسنا إيمان هل كانت استعج حق كي استعج ميش هل كان استعج ميش هل كان استعج ميش بن كانت كصوم مرت أم حق بافيا عن أو مركا إيمان كعبوت ميدك كعبنا أي كعقبته بذح ولو حد برتاس اللي يستوي حلا قابلها يا كعبرة إلا ولا دعاء زني والله أكبر يتحويد بشيء إسح ما كلا طور وارنقاق لم يستوى دكتين لكن أنت طور إسأتكاري هولهاس كعبنا إن لا قابلوه بعد شافعية كنت جو أدل حجي ولبا لكن حديث كده ضعيف مركبنا كان إن أتكي استأكت أو بنك واجور جيت بقول الشري فرق يربى مري جري وادي بامري وادي قد وام ملاسنا هدواء ركتين هذا ماشي محمد بالدين رزي قيد لدين قتمي أم بات قعد كوه نسان وشبة أو بلدان واحد أركي سان متشرو مرك واقو رجيت بقوي له هلكن وادينا وامري جري بن كان هوسي وادي كان بقول توق تقول بورت كوكو رئيس يساو سو تورجي سو بنا سلا سل وحين سلف جديد جري بن كان انتي لما رب بورت إن كر لقصو تور وديد جري من أسفل لقى توري لا من الأعلى بأورنجري حقا من مكات كتمد بان كان امو مكاها كاقبته بدح من انها كاهاته ميدك
جمرة العقبة وميش أضم بيشك كلا بحان من أيه يا مكة حدود مكة يمنك كلا بح جمرة العقبة الكبرى كما ترسل من منى وحد الفاصل بين منى ومكة وقوبت النبي وبيعاد كرق لي أنصار وقرن إيسان وحان راجح أين إيسان كتر سنين لا من منى ولا من مكة الحد الفاصل بين المنطقتين جمرة العقبة خصائص أفر إليه ده أفر خصائص إليه ده كقدو منتا إلا بضا لبدا بورودا كلايك قدو انت كو ايدو خاص يوم النحر يوم النحر بي جوني لا تهايو لبدان كلام مالين كلام تورتو يوم النحر كليت با لا تورتا لبو لا يوقف عندها مركا تورتو دغخ ادن بي ا تورتو لما استاغ واد كسخون هرد دقاقيس قف استاغ كرمجر دعيه دد ما غنت مكلات لما دي استاغاي لكن جمرات كاي لبدا مكلا دمي وا لا استاغ وا لا دعيس وينو غاري دون أيضو برقين بالا تورتا كو كلام محل تورا بعد ظهر واتقرن إيسا أيضو ضحا برقين بالا تورا أيضو وحاسونا حق هو سيئن لغا تورا وآه دانكي وادقين إن لامرا مجيت كل لامرا بمعا اللوتشي دو انت تصوري تدنكا إيمو منا هكا قبطو دنكا مديك مكان هكا قبطو دنكا بدحكا آهاتو أفرتا خسيسي لغاي نوال بول لغا تورانا ويكا آسيح وحل لغا الله يوا سيدا فضيق بنين سيدا فضيق بنين واتنا حدثنا بكم نبي شيبته عفوا باب رمي جمره العقبه جمره العقبه ان لا تور انه يباب من بطن الوادي دحد وادقه فرق دحدي سنتد استاغتو انها كسو تورته وحق اسفل كيده وتكون مكه مكه وحين نقول مكه تورايسو عن يسار يسار الرامي حاجه وحتوريه مكه وين بدح كقبته هذه مكه بدح كقبته من محكاه جرتي مزدلفه مدك ويكبر مع كل حصات دغح والمكه تورايس الله اكبر بك تورايس الله اكبر حديث كان قد جيسا بخاري بأولي كنت طبب بقولي كنتن بهذا السند عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أعمش بسكوي من أسيق مسلم حدثنا بكنا بشيبة وابو كريب محمد علاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد خازم عن الأعمش سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن يزيد بن قيس النخعي قال رمى عبد الله بن مسعود باتورتي جمرة العقبة بورتي عقبة الأورنجري جمرة قروح يركا جمرة ليداد ماشي كل مان أي كحومان أما قروح يسكوي ما دا جمرة ليداد يحقنا يرتاق جمرة العقبة بورتا صوتورت من بطن الوادي وادي قب دحديسي قاله سوك صوتورة أما قديه سه بسبع حصيات تضبق الرح بقصوتوري يكبر مع كل حصات بقح والبنوة تكبير سنة يمرك توري فقيل له حلويدي إن أناسا ضطبا يرمونها كطورة كجنا جمرة من فوق حق كوري حق بورتا انتي مران بي بكوركا سوطوران اما كمرنا دعام بالدحي دي اللاقتي برنان كانت يستغن بسوها القادان فقال عبد المسعود وحيري هذا كاني وحاوي والذي لا إله غيره الله ان أصدق موين الله كلي جريم بان كل دارتي مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة برتا انتا يغان هاي بلان كتور ايوه وقوبتي يا برتا كتور الصبر عليه الصلاة والسلام بو نبي قل قسود دكيي سورة البقرة يعني ما أبو الواحد يشجع هل كان أنتاجنا ونبي كتوريبون طيب هذا مقام كان أنتاجنا هي بوس كان مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة وبوس كي جوبتو استغي رسولك اللي قصوا دتشي سورة البقرة والذي لا إله غيره أو هو بمركز الشجع مركز كله جو النوى صحابة بس لا أسوق جورس كل جماعة جابر باب جورشي ابن عمر باب جوريي جماعة من الصحابة جورسون ونبي هل كتورت وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي أخبرنا من مسر عبد الله عفوا علي بن مسر عن الأعمش سليمان من مسر روح متابعين وذاتك أها أبو معاوية قال وحوري أعمش سمعت الحجاج رواية ما أها يقصد الشيقية وليس بأهل أن يروى عنه عند أهل العلم حجاج بن يوسف الثقفي الظالم الفاجر أو الكافر المرتد ليس أهلا للرواية لكن مع قصد العضي ولسوقوري سيئور لو شيقة وحقوها الله باطل النمت كيس صدرت الوحول حافظ قل لم يقصد الأعمش الرواية عنه فلم يكن بأهل لذلك وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج قصده واسد نبادي كي ما مغش ما دو حاصل شيء هي البن وحا كم مقل وحيد جدا الفهد قادد كما وديد حديد كوريس كما وديد سمعت الحجاج يوسف مقل يقول أصغولي وهو يخطب على المنبر أصغول منبر كخط بيني ألف أترتيبي ألف أترتيبي ألف عفوا ألف أترتيبي القرآن قرآنك كما ألفه جبريل
سو جبريل الترتيبي تأليف كحكوة ذا صد بعديها تأليف القرآن كدوا الله بقى قاب وحوي وصورة ذا صورة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قاب يسود بيالات آركتين سيدا مصحف العثماني يدين كقرآن سيدا سورة سكح حجاج نقبي طيب ومصحف العثماني أيور ربي يقبي إنان بدي حميدك لغنبري كريم تأليف كأسوه هي سورة ذا هي تأليف كآية ذا مت كآية ذا وأسوه توقيف بإجماع المسلمين آية ذا قاب يسود بيالان سورة ذا بآية ذا هذو سيء أكل الضنبين أكل الريان ترتيب كأسوه وحي من الله سبحانه وتعالى ورسولك لو سو ديبي رسولك انا ترتيبي اورنج اياداس هلكا دغا اياد كدن بيسيه سوره هبل كترسنت اياد با اياد ترتيبك هو ترتيب توقيفي من الرسول بوحي من الله سبحانه وتعالى كاسوكم لغما الله وحاسو هاري ترتيب كان سورده سي اسكو خغا سورده ميد كان اسغا هو مخلاف وحا لو بدن يها انه يها اجتهاد والصحابه كو اجتهاده نمنا وحيدا لفتك سوى التوقيف من الله جماعة من القراء والفقهاء والمقرئين باكتكي وحيدا سوى توقيفي لفتك سوى سيدا نبقى أورتبي لكن ما كان آخرنا يسوى إذا كنت كان يسوى يبنان تنا كل مرة يسوى سورة ذا إنتهت بقى رب الله وضاد ما إذا آخرين كرتا قدمنا عراف قدمنا نساء آل عمران بطل صلى الله عليه كرتا ونبقى بهبين يلو تقرنا يسوى تكني عليه الصلاة والسلام وتعدم ملايين لكن حنابلة إذا وكرهه تنكيس القرآن قراءة الصور تنكيسا وكرهه إذا ولا قف في عينه حديث كذا الحجي ستان وحيدا وقبل إجماع الصحابة نبي محمد بهبين كنت كذي بقرة كدمنا وحب كحجي نساء كدمنا آل عمران بلو حجي استحنابل وعيدين هذا وامحي وقبل إجماع الصحابة على ترتيب المصحف العثماني بقرة آل عمران نساء إجماع وحي كدن بينك القرآن كنت كان هيا ها وانا سيدا سودا بردقو واركو دور سالان ما حنابلو طيب ويبنانا ينايد مركو هوري لكن بعد إجماع الصحابة ما بنا وكراهي دوان لقف يعني على أقل تقدير ومركو رانا بلا كراهي بناني ألفوا مركة تأليف كم حوجيدا وترتيب كي سورده أجيدا ألفوا القرآن قرآن كأن التأليف التأليف هنا والترتيب للنظم القرآني كما ألفه جبريل سورة جبريل الترتيبية السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران سيداس سورة بردقة سيداس سورة بكه الله يا رواية البخاري وحي أهيد ولا تقولوا سورة البقرة ولا تقولوا سورة البقرة هذه هنا سورة البقرة وحدها ذان السورة التي يذكر فيها البقرة وحديدين سورة إلا إضافية سورة إلا إضافية والله إضافية بقرية نسائية عمرانية وديدية وأسيق الجيب كيزة نمان بانا كن راعي لكن وخلاف السنة وأنا إجمع صحابي خلاف سنة والله إضافيني والإضافة تثبت بأدنى ملامسة ليلادة بأدنى ملامسة في البلاغة وفي العربي وقرانا إسان وحلقوا آنين شيء أو ما نقول لكم المي ما نقول لقوا أركيبا لقوا حيدا صمالي ويقانوا عيدا وحي عصرك لقوا أركوا يا عشاء لو عايا وحير الإضافة تثبت بأدنى ملابسة إن لدرستي إن ماين لتشوكتي إن صلانتي إن القاب كيس وهذا شو إن الأير أكتها يبقى لو قطيرنا يا ومقع لو آنينية مركا إن سورة البقرة قصة بقرة إن بدن كهذا شيء ففايسة باكو فلان إن لإله هذا سورة البقرة سورة يوسف حكو فين يوسف لإله سورة محان نبي يوسف على قاد القصة ديس طيب مركا وركا محبك مجران ترتيب كان هذا أول شيء جينا وحن أنو إسلاه الرؤوا كو خلطمي وهذا وحكل أورمري بقري يو وحكل أورمري آل عمران النساء تر مصحف عثمان آل عمران باه الرئيس النساء ضمبيس حجاجنا نينك ترتيب كعثمان خلاف وبدلي تريبة اللي عثمان بواهرب من أميو إنه عابد أيه كده وهذا ما بقى قلنا مركز سوق اسمه دوام مرنين حجاجي عايز دوام مرشي قليه الروادها أعمش بلقى من إستنبري بدعى كرت أي سبق تاما الرواية بدعى كرت قال حورب فلقيته نيجي لورنجر أعمش حورب فلقيته حن لكل مي إبراهيم بان لكل مي فأخبرته بقوله إبراهيم النخعي إبراهيم نزيد النخعي التابعي الجليل بان لكل مي وش يجي ورك أوش يجي حجاج فسبه مركز عايبه إبراهيم النخعي بع حجاج وأدمي وهو قادي
سبب وحوي وتكفير أدعى كرته لأنه وحوى من كفر الحجاج بكوجر إبراهيم النخعي نص باكس وقال إنه حجاج كافر عند إبراهيم النخعي طاووس من كيسان مجاهد نخعي رج التكفيرية عدي وإنه حجاج قال يا وصل مسلم هاي بكوجر مركب فسبه سبوه نقول كره عيد عادي جهنا ونقول كرته تيجى ليزين دهينا وين نقول كرته وقال وحور حدثني إبراهيم النخعي مركب أوشى لوشى وحور حدثني عبد الرحمن يزيد النخعي أنه كان مع عبد الله المسعود والسعود بإيشيغي فأتى جمرة العقبة جمرة العقبة ويميت أسوى حاجة عبد الله المسعود الهذلي فاستبطن الوادي وادي بقي سوق قلي وتقوي دحدي بطن الوادي بوتقوي استبطن دحدي سي دحدي سي بو استاوى قلي فاستعرضها مركز اسكو قدبي والصوب متشيري استعراضه ومركز شيء برتن اسكو أدسو برتن شيء اسكو أدسو قيس كان هذا كي استاقين حقنا ذاك دحضة عدك أد عرضك وبرتنك فاستعرضها مركز برتنك يسكو أدي جمرد برتنك يسكو أدي فرماها وحكوت وري حكجنا من بطن الوادي فرماها وحكجنا من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى تاسوا قرني وقاب كل الله تورن لها فقلت محايد المركز يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن هو إن الناس يرمونها من فوقها نك سأرني دو أرض جزية عبد الرحمن ابن يزيدها حق كوري دو قصو دو إن ده دحته كل عضي أو لقت برتن كذا تكتيب الحق قصو ترتو بورت برتن يسكو أديسي فقال حول هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة أنت أوكياني رام يزيد حول ربع سورة البقرة إن لغرانك ردا عن الحجاج بن يوسف الثقفي المبير مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة وكرر عبد الله مسعود بوحي أرنشري سورة البقرة محاجج وحكا دقي سنة إن مس عبد الله بن راعينا صحابة وسيدة سيقبين صحيح عبد الله مسعود وقرنا إذا حديث قيسي في السنة تكون مرتين طيب وحور مالين بانو حمزة تقيبه صحابة إنما تابعين دهنو وحان جعلان لسورة سورة يوسف إن نوض الأخرى وكا دقي سنة مركان سورة بالله ونحن مكان مرأي يونين فدي وعودي بولي سورة وسيدة ما هكذا أنزلت عبد الله بن القرآن كوكب سنة مركا القرآن كتشوشي وعرب الكالي ونو يعني انت مدهليني يا حيقص ورطب خمره خمره يقص ورط مركا سان قابطون كرا عيب ولحد كيبان كوكب في وحان كوري محبس كود رئيسا ان هذا خمرنا فوضه قرآن كي لهن ادبينس لابد فاقمت عليه الحد سورة يوسف ايوري عبد الله مركا رقم بولها وكتبتون مرتين نبغى إنه النبي محمد يقرأ في قطب الآخر نبغى اللهم بذو الجوس والدشيب أن قطب الآخر يعني وحان شعلة هاي إن غيرك كم قليل بالآخر فقرأت عليه سورة النساء وقد ثمرت حتى أن قاري فكيف إذا جينا من كل أمة بشيء سحابة مركز سورة إن التيريان آنيان سيدا إذن كقرى مصحف كسورة البقرة آل عمران سورة كذا اللي سورة يونس ورقم كودوي وركن حجاجنا دين لأن تيزيد بردي سوي وحدنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدنا ابن أبي زايد زكريا وحدنا ابن أبي عمر العدن حدنا سفيان ابن عيينة كلاهما عن أعمش قال سمعت الحجاج بما يقول له لا تقول هنا سورة البقرة لا تقول سورة البقرة واقتصى وحيك حيين ابن أبي زايد ينك الليل هذا سفيان الحديث حديث كبيريين بمثل حديث ابن مسر علي حديث كيسو كالي طاداي سو مريسين لكن زوج حقوق عدي أي لا تقولوا سورة البقرة أم سورة البقرة أنا قد ويجي قدام تقريبا بلا واحد كاي وحدثنا أبو بكر أبو شيبة حدثنا غندر محمد عن شعب الحجاج وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا أحمد جعفر حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة الفقيه عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع عبد الله وحوش تابعي قاس إنه عبد الله اللحج من كبار التابعين قال وحور مركة تابعي فرمى الجمرة بورتي بطوري مالك التبنات بسبع حصيات تضبر لك حبكو طوري وجعل البيت كعبد وحو اسكت لغي مركو اسكمر شيء مركو طورانا يي عن يسار دنك يسبيدح ومنن منن وحو اسكت كي يلي عن يميني مدك تسو كي يلي وقال وحور عبد الله بن سعود الهذلي هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة وأن ضدك دردارمي أفرتي ودر دارمي إن قرآن كالاقبرته عبد الله مسعود نبي قرآن كالاقبرته بور سيدي إلى يسود قيم بو آخرنا إياه
قرآنك النبي محمد كبرت أفكي سنة صحابي كبرت كمجر صحابة ده. طيب دلال خاص أبو النبي كبحيي إنا مسعودون قرآنك حفظيه ومال صار. هذا المقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعب الحجاج بهذا الإسناد بكتبه شعب سقنا شعب الحجاج سنة كذا المري سنة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن مزيد عن ابن مسعود غير هذا يشأنه قال وحوري فلما أتى جمرة العقبة نينك مركو ورنا يمركو معاذ بن معاذ العنبري وده شعبها كقضنا جماعاتي هو متابعين محمد جعفر غندر متابعيني وحوصوه فلما أتى جمرة العقبة مدين فرم الجمرة بس كما بالله. وحدثنا ابن أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو المحيا والمحيا طريقة دنبوك إيمان دونا مبعيس وعضان دونا سقاب الشيق دونا ويحيى بن يعلى بالله هذا. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيا يحيى بن يعلى أبو المحيا بأنه تبيي عن سلم بن كيل الحضرمي عن عبد الرحمن يزيد النخعي قال قيل لعبد الله وحلقوا يلي إن ناسا ضط يرمون وحيقنا هي الجمرة من فوق العقبة من فوق العقبة بورت دوشة ذيك صوتورية أنت بورت القرآن يلقى صوتورية أمر ضم بعليك الطورية هوس يواديك ودقي مهيان وبورت كور صوتوري مهيان هوس بيصو قنية. قال وحوري فرماها عبد الله من بطن الوادي بكقاني ثم قال وحوري من ها هنا هل كان أنتاقني أن كتور أنو يا والذي لا إله غيره رماها وكقاني أما كتور طيء الذي أي رسولك أنزل للدجي عليه دوشيزة سورة البقرة لقد دجي عبد الله مسعود يمرك ابن عمر إيه مركي جمرات التورتان ويناغاقان وحيديجنا اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويكسر ابن عمر ابن عباس عفوا ابن سعود ابن عمر بهذا وصل انتهي رغم بيقولها بعد الرمي يديجنا اللهم اجعله حجا مبرورا إله كدكت حج لا أقبلي وذنبا مغفورا ذنب لا نافع الله كدك وسعيا مشكورا عمل ليس كي إلهي لو قم هنقين الله كدك بيقولن جرين والله سبحانه وتعالى على